برحب فيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد وسلسلة الطاقة الروحية لكل برج من الأبراج ونصائح لعلم الطاقة من علم الطاقة لكل برج من الأبراج. طبعا هنبتدي بنمبر 1 عندنا في الشانل وهو برج العذراء. عايزين نقوله نصائح من انرجي لبرج العذراء آخر 10 أيام أو آخر 11 يوم من شهر يونيو حزيران جون 2024 اللي ما كانش شهر قوي بالنسبه لمواليد برج العذراء. خلينا نكون متفقين, شهر جون دايما بيبقى شهر صعب لان شمس الجوزاء وعطارد كانت في الجوزاء والزهره في الجوزاء, كان في ضغط كده وكان في اضواء كتير على برج العذراء. فاخيرا يا برج العذراء باقي يومين, اليوم 21 انت هتبدا تستريح كويس جدا لان الشمس هتتنقل لبرج السرطان, اوريدي عطارد اوريدي الزهره اتنقلوا للسرطان, فتدريجيا يول بي بيتر. انا متاكده مليار في المية ان مواليد برج العذراء كان عندهم تعب نفسي او تعب صحي او تعب جسدي او تعب روحي كده في شهر جون. معروفه يا اولاد, معروفه كده, شهر جون ايكوال تعب نفسي, ارهاق, مشاكل كتير قوي. يا جماعه عايز اشكركم لان في ريزرفيشنز كتيره قوي حصلت, عشان زي ما قلت لكم ان احنا ريزرفيشنز ل 1 تو 1 سيشنز, وكمان بقينا بنعمل جلسات للتشافي من يعني عدم توازن طاقه الانوثه للستات. فلو اي حد حابب يحجز 1 تو 1 سيشن معايا بليز تبعتوا على الايميل وتقولوا انتم من فين وتقولوا انتم من مدينه ايه, من اب من عنوان الفيديو, وانا في ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. زي ما قلنا عندنا تو كايندز اوف سيشنز, رقم 1 السيشن العاديه اللي بتكون في خلال اسبوعين, رقم 2 الفي اي بي سيشن اللي بتكون في نفس الاسبوع الحجز. طيب انا شايفه يا برج العذراء الفتره دي انت كان عندك توتر, عندك لخبطه, عندك قلق. انت اوريدي زي ما قلنا شمس الجوزاء بتتعبك, شمس الجوزاء بترهقك, شمس الجوزاء تخليك تحت ستريس, تحت ضغط, لخبطه, حيره. انا متاكده مليون في الميه ان اي حد عذراء الفتره دي عنده حيره, عنده تشتت, مش عارف عايز, الدنيا ملخبطه, بتشعر بالملل. يعني احنا زهقانين يا جماعه, طبعا بتشعر بالملل, بتشعر بعدم الاستقرار, بتشعر ان انت مش عارف انت عايز ايه, مش عارف انت رايح فين, فالدنيا شويه ملخبطه, وده عادي جدا يا برج العذراء. يبقى زي ما قلنا ان انتوا تدريجيا افضل من يوم 21 بقى, وبعد كده انطلقوا لمده شهر جولاي, طبعا احسن بكتير جدا من شهر جون يا برج العذراء. قولوا لي يا جماعه بتابعوني من مدينه ايه, وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. هديك اوبشنز, برج الدلو, برج ممكن الدلو, ممكن الجوزاء, ممكن التور, ممكن الجدي. عملنا امبارح العقرب وعملته لكم النهارده, اذا نزلته لكم النهارده اتفرجوا عليه. فانا شايفه ان انتوا احنا اوت اوف ذا مود يا جماعه, شهر 6 شهر صعب, فعادي هنعدي, عدي يا ليله, عارفين عدي يا ليله, عدي يا ليله. من اول يوم 21 تلاقوا بقى اوه اخيرا بقيت افضل. كمان شايفه ان عندنا ازمه ماديه او مشكله ماديه, او يعني وضعنا المادي ليس بافضل حال. باي ذا واي احنا وضعنا المادي مش حلو قوي قوي الفتره دي يا برج العذراء, فعادي جدا. بس انا شايفه ان احنا هنتحسن يعني على نهايه الشهر, يعني هتلاقي نفسك بتسدد ديون, بتسدد التزامات. يعني برضو قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا يا برج العذراء. انا اللي متاكده منه ان الفتره اللي فاتت كان عندنا ازمه ماديه, عندنا مشكله ماديه او اهتمامات ماليه او التزامات ماليه واخده تفكيرك. فانت كانك بالك مشغول او عندك مشكله ماديه عايز تسدد ديون, عايز عليك دين لحد, عليك مشكله ماديه, فانت يو ار نوت فيلينج جود. يا جماعه تتخانقوش مع بعض, هديكوا 5 اوبشنز الابراج اللي تحبوا نتكلم عنها النهارده. اختاروا تور, جدي, دلو, جوزاء, اسد. ماشي اختاروا يلا. فانا شايفه بالك مشغول بحاجه, بتفكر في حاجه, قولوا لي بقى واعترفوا لي تحت كده بتفكروا في ايه يا برج العذراء. بليز يا جماعه عايزه كل الناس اللي بتتابعني تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى اليوتيوب, قولوا لي تتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه. انا شايفه كمان انت معجب بشخص يا برج العذراء, ممكن ما تكونش بتتكلم معايا, شخص انت معجب بيه نفسك تتكلم معاه, نفسك تتعرف عليه, شخص كده انت منبهر فيه, عايز تقرب منه, عايز تعرفه اكتر, بتراقبه في صمت. الشخص ده شايفاه برجه برج هوائي او برج مائي, الشخص ده برج هوائي او برج مائي, انت يو لايك, معجب بيه, عايز تقرب منه, بتراقبه في صمت, وشايفه ان كان في حد قال لك كلام زعجك, شخص من برج ناري قال لك كلام وجعك او زعجك او قال لك كلام اهانك وانت متضايق قوي بسبب الموضوع ده. يعني موجوع انت يا برج العذراء, او عندك كسره قلب كده, حد قال لك كلام ضايقك. يبقى عندك مخاوف ماليه ومخاوف نفسيه وعندك تردد وعندك كسره قلب وعندك تعب صحي واجهاد وتعب مشكله عائليه. بصوا برج العذراء الله يكون في عونكم, الله يكون في عونكم. قولوا لي بقى انتوا عندكم انهي المشكله من المشاكل دي. طيب شايفه في شخص ترابي خذلك, في شخص ترابي انت زعلان منه قوي او مخذول منه, ممكن يكون صديق او حد من قرايبك او حد من اهلك او حبيب خذلك وما كنتش تتوقع منه كده وانت مصدوم فيه. يعني اخر شخص كنت متخيل انه يعمل معاك كده وانت مصدوم من طريقه تصرفاتك. زي ما قلت عندك مشكله صحيه للاسف, ممكن تزور الطبيب يا برج العذراء, فخلي بالكم من صحتكم. اي وعكه صحيه او مشكله صحيه بليز تروحوا تزوروا الطبيب, يعني بلاش يعني اللي هو بقى مش دلوقتي بعدين, والتكاسل يا برج العذراء.
بالك مشغول في حاجه وبتفكر فيها، بتفكر تعمل مشروع جديد بس مش عارف تبتدي ازاي، فجو اون في شهر 7 عندك كواكب كتير بتدعمك، عندك حيره وتردد ما بين شيئين، ما بين حاجتين، ما بين قرارين، ما بين اختيارين، ما بين خيارين، وعندك طرف ثالث في علاقاتك العاطفيه برج العذراء، بس توأم روحك قادم الى حياتك او هو موجود في حياتك، ففي علاقه توأم روح قريبه منك، ممكن تكون موجوده اوريدي او ممكن تكون لسه جايه لك. يا جماعه الناس اللي بتسال عن السيشنز او ريزرفيشنز بليز تبعتوا على الايميل، محدش يكتب لي في اكيد انا مش هركز انا ارد عليكم، بس قلت تبعتوا على الايميل، بتكتبوا انتم من مدينه ايه من بلد ايه. طب عندي تو اوبشنز، ممكن تبعتوا على الايميل وتبعتوا على الانستجرام، حد من التيم بتاعي هيرد عليكم بكل التفاصيل، سواء ما تبعتوش على الفيسبوك يا جماعه عشان الفيسبوك واليوتيوب الموضوع صعب في الرد، فعندكم تو اوبشنز الايميل ولازم تكتبوا انتم من فين او من الانستجرام برضو، ممكن نعتمد الانستجرام برضو، الانستجرام كويس. طيب يبقى انت تعبان قوي، موجه هتمونهك، بالك مشغول، عندك طرف ثالث، وزي ما قلنا بقى يعني لو هنقول بقى نصائح من علم الطاقه، الصبر، عدم التسرع، عدم التهور في اي قرارات عاطفيه او اي قرارات، فكر كويس قبل ما تاخد اي قرار او قبل ما اي تقول اي كلمه، الصبر والبطء بجد. يا برج العذراء انا هسالكم سؤال وجابوني تحت بمنتهى الصراحه، كم مره خسرت في حياتك بسبب التسرع؟ فخليك بطيء، فكر كويس قبل ما تاخد اي ديسيجن، فكر في الافضل بالنسبه لك، بلاش تجري. شايفاك كمان بتشعر بالوحده، هعيط والله العظيم، هعيط. يعني ليه بتشعر بالوحده يا برج العذراء؟ تشعر بالوحده او ان انت حاسس ان انت وحيد. كمان شايفه ان عندك عدم قدره على التعبير عن مشاعرك، انك عندك حالة ملل وروتين، حياتك مملة وروتينية خاصة الأسبوعين اللي فاتوا دولت، حاسس إن مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة بتبسطك زي الأول. فأنا شايفة برج العذراء اخرجوا، دوروا، اخرجوا بره الروتين بتاعكم، اهتموا بأي حاجة جديدة. يا جماعة ماي انستجرام اسمه رشا، اكتبوا رشا مراد كلمة واحدة، رشا مراد، مراد ام يو ار اي دي، ماي انستجرام رشا ار اي اس اتش اي مراد ام يو ار اي دي اندرسكور، هتلاقوا عندي 150,000 فولور عايز اوصلهم لمليون، فبليز بقى كل الناس اللي هنا اعملوا فولو على الانستجرام، يلا على التيك توك كمان اكتبوا رشا مراد بالعربي الانجليش هصور لكم الاكونت بتاعي. الحاجه الثانيه كمان، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، قولوا لي اخبار العيد معاكم ايه، بتعملوا ايه في العيد يا اولاد، احكوا لي بتعملوا ايه في العيد. طيب شايفاك كمان محتاج تنظف طاقتك، محتاج تستشفي، محتاج تحب نفسك. بصراحة يا برج العذراء عندك مشكلة في حب الذات، انت مش بتحب نفسك يا برج العذراء، مش عارف قيمة نفسك وقدرك، وبالتالي بتخسر حاجات كتيرة قوي بسبب الموضوع ده. بجد يا برج العذراء قولوا لي انتوا فعلا عندكم مشكلة في الاستحقاق بتاعكم، ان انتوا مش عارفين قيمة نفسكم ولا لا. شايفة كمان ان في حاجة هتظهر على السطح، ان في اسرار او حاجات مستخبية هتبدأ تعرفها وتبدأ تكتشفها يا برج العذراء. عندك كمان يعني ارهاق وتعب، وعندك شغل كتير وحاجات كتيره، فنظم وقتك، محتاجين تنظموا نفسك وتنظموا وقتكم، تنظم صرفك للمال، لان عندك ازمه ماديه انا عارفه قويه جدا، بس هجيلك فلوس غير متوقعه، فلوس انت مش عامل حسابها، يعني ممكن حد متضايق منك فلوس هيرجعها لك، وعندك كارما ايجابيه للمال على اخر 10 ايام في شهر 7، وشايفاك بتسدد دين او بتسدد التزام عندك او بتساعد حد، في اشخاص هتساعدك ماديا او انت هتساعد اشخاص ماديا، فتقبل المساعده يا برج العذراء. كمان عندكم اختيارات حلوه جدا في الشغل، واختيارات جديده في الشغل، فرص حلوه للشغل، الناس اللي مش بتشتغل جاي لكم فرصه حلوه في الشغل. ثانك يو يا جماعه الناس اللي بتقولي نايس ليبستيك، بصوا اللي انا حاطاه ده، بصوا حاطه حاجتين براند لوكلز عشان انا بدات اشجع اللوكال براندز، انا حاطه سيبال ده ليبستيك بتاع سيبال، وحاطه فوقيها اللونه زبده الكاكاو بتاعت لونه. طيب يبقى عندك اسرار او حاجات كانت مستخبيه تبدا تظهر للسطح، فحاول انت ما تتكلمش كتير يا برج العذراء عن اسرارك. يبقى انت عندك تعب مادي، نظم مصاريفك، دور على فرص تانية، نفسيا اخرج شوف ناس جديده، اخرج بلاش تحبس نفسك، اعمل حاجات انت بتحبها، دور على هواياتك، يعني ابحث عن سعادتك بنفسك وما تخليش حد هو اللي يديلك السعاده. اهلا بمحمد دهامي دهماني من باريس، وساره الجسمي من ايطاليا، اوف باريس وايطاليا مع بعض. اهلا بيكم يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا اكتر الريدنجز اللي بتجيلي من امريكا، فشكرا لكل الناس اللي بتتابعني من امريكا بجد، ثانك يو اي لاف يو اول، يعني امريكا، وبيجيلي برده من باريس قراءات خاصه كتير جدا جدا جدا. فانا شايفه كمان يا برج يا جماعه انتوا ممكن تدعموا الشانل في تحت في اليوتيوب، حاجه تقدروا تدعموا الشانل بيها عن طريق بوينتس بتبعتوها، يعني في حد في حاجه ممكن تعرقل نشاطك المادي يا برج العذراء، بسبب ان انت مش عارف استحقاقك او مش عارف قيمتك، فبليز يا برج العذراء
تخليش اي حد يهز ثقتك في نفسك. يبقى زي ما قلت برضو في شخص هتتصدم فيه كأن الشخص ده خانك او كأنه عمل حاجة مش متوقعة، وانت هتتصدم فيه صدمة نفسية قوية جدا جدا، وتبقى مش مصدق ان هو ليه عمل كده، وتبقى عندك اسئلة كتير قوي. لو نفسك تروح تسأله تقول له يعني انت ليه عملت كده، اهلا باهل اسكندرية، انا كمان بحب اسكندرية جدا، مش عايزه يعني اخرج بره الطاقه السلبيه، ما تخليش اي حد يتحكم في سعادتك يا برج العذراء. مفيش اي حد يستاهل ان هو يتحكم بسعادتك، فما تديش مفتاح لسعادتك لاي شخص مهما كنت بتحبه، لان في شخص هيبقى سبب في تعاستك وحزنك ومضايقتك بسبب صدمه، ممكن يكون مش لازم يكون حبيب، ممكن يكون اهل، او ممكن يكون صديق، او ممكن يكون حد في العمل. فلا ما تخليش حد يوقعك. وزي ما قلت حاول تخرج بره طاقه الحيره، ان انت تفكر كويس قبل ما تاخد اي قرار. حيرة ما بين شخصين، ما بين قرارين، ما بين التزامين، او ما بين حاجتين. وشايفاك تعبان نفسيا وبتشعر بالوحدة زي ما قلت، يعني شخص هيأذيك يا برج العذراء قوي. انا مش عايز اقول لكم اكتر من كده، بس شخص انت كنت بتحبه قوي هيديك حتة قلم، تاخد حتة قلم على وشك. لما تاخد القلم ده اقول يا لهوي رشا مراد قالت كده. طيب يا جماعة انا بقول اهو، انا هديكوا 6 اوبشنز. اكتر برج هيطلب هو البرج اللي هنتكلم عنه. هديكوا التاني، بسم الله الرحمن الرحيم. برج الدلو، برج الجدي، برج الثور، برج الجوزاء، برج الاسد، برج الحوت. اختاروا برج من الست ابراج دولت نتكلم عنهم النهارده، ماشي؟ انا شايفه الفتره الجايه ان انت حاول ان انت تخرج بره الطاقه السلبيه. يعني كم واحد ببرج العذراء عنده طاقه سلبيه او اكتئاب او بدايه اكتئاب او صدمه كده؟ فشايفه ان انت ممكن تحتاج لمساعده شخص مختص ان هو يسبورت يو برج العذراء، او ان انت تتكلم وعبر عن مشاعرك، او خدوا 1-to-1 سيشن معايا يا جماعه. فانا شايفه ان انت محتاج طاقه استشفاء قويه جدا جدا تخرج بيها، ولازم تطلع من الحاله الصعبه اللي انت فيها وتخرج من اخرجوا بره مشاكل الشغل ومشاكل التفكير كتير. عندك برضو عايز تسافر بس عندك مشكله في السفر، عندك مشاكل ماديه ممكن تكون بتمنعك ان انت تسافر. يا رب يا رب ادعوا دايما يا جماعه، عشان دايما ادعوا ربنا دايما باسم الرزاق الوهاب، وعشان ربنا عشان تعالج دايما اي مشكله. اي مشكله على فكره ماديه اقراوا سوره الواقعه، سوره ياسين لما قرات له خاصه في الثلث الاخير من الليل. يعني سوره ياسين تقراوها بعد الساعه 1 بالليل وتدعوا ربنا ان انت تسدد ديونك وربنا يرزقك ويبارك في رزقك. وادعوا اللهم اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله، ان كان في الارض فاخرجه، وان كان بعيدا فقربه، ان كان قريبا فبارك لي فيه يا رب العالمين. ادعوا ربنا بدعية الرزق كتير جدا جدا جدا. طيب مشكلتك بقى يا برج العذراء الفتره دي في العلاقات العاطفيه، ان انت بتشعر بعدم الامان في العلاقات العاطفيه، بتشعر بعدم طمانينه. شايف في شخص جديد هيعترف لك بحبه، في كراش جديد يا برج العذراء تتعرف عليه من برج هوائي، هيجي يعترف لك بمشاعره ويعترف لك بحبه، وهو هيبقى مقدم جدا على العلاقه، ويبقى عايز يعني ينجز كده ويدخل. كمان شايفه عندك انجازات ماليه، يعني جالك فلوس مش متوقعه، فلوس بطريقه مفاجاه، وهتجيلك تسديد ديون ومال مفاجئ هيجيلك من دوله تانية او من بلد تانية غير بلدك، او شخص كان واخد منك دين وهيرجع هذا الدين. فاستعد كده لسد الديون يا برج العذراء. يا رب يا رب بارك في رزقي وبارك في رزقك، وقولوا امين يا رب. يا رب قدرنا ان احنا نسدد ديوننا كلنا ونسدد التزاماتنا وقسطنا. فانا شايفه هيبقى عندك دعم مادي مفاجئ هتكون سعيد فيه ومبسوط فيه جدا جدا جدا. يبقى قلنا ابعد عن طاقه الروتين والكسل والعصبيه والنرفزه. برج العذراء انت هتعاني من نوبات عصبيه كتيره، او هيبقى سهل استفزازك، فتديش اي حد فرصه ان هو يستفزك. وبعيدوا عن الكسل، ماشي يا رشا يا مراد، اصل اقول نفسي يا رشا يا مراد العبي بعيد عن الكسل. يا جماعه بصوا انا برج العذراء اقسم بالله العظيم انا مفيش حد اكسل مني، انا بكسل اعمل اي حاجه في حياتي. يعني ممكن اكون بكسل تبقى كوبايه الميه جنبي كده عطشانه ومكسله اشرب، فما تعملوش زيي، دون بي لايك رشا مراد وتبقوش كسولين، خليكوا نشطاء. شايفه كمان انت ممكن تسعى اكتر من كده، عندك احنا قلنا شهر 6 طاقتنا مصعوبه، فان شاء الله في شهر 7 تحاول ان انت تسعى وتعوض الخسائر اللي حصلت في شهر 6. بس قولوا لي يا جماعه شهر 6 كان بالنسبه لكم شهر حلو ولا لا لحد دلوقتي؟ يعني شايفه ان في شخص هيدعمك، فتقبل هذا الدعم يا برج العذراء. وبعدوا عن التسرع والعصبيه، وحب نفسك وتعامل بحب مع نفسك، واعرف قدرك واستحقاقك يا برج العذراء. في شخص انت هتعرفه قريب هيدعمك وهيقدم لك نصيحه حلوه، شخص هيدي لك حكمه او شخص حكيمه، او انت نفسك تكون حكيمه برج العذراء. كام واحد من برج العذراء عايز يكون اكثر حكمه؟ انا نفسي اكون. يا جماعه صفه الحكمه دي صفه حلوه جدا جدا. يعني في حد بيقول لي لو محتاجه اي حاجه من فرنسا، محتاجه طبعا اي حاجه تبع لاروش بوسيه محتاجاها عشان حساسيه وشي. انا يا جماعه عندي مشكله في فكي، عندي فكي ملتهب ووارم كده بقالي فتره. يعني فكانك بتدور على الشعور بالحكمه والطمانينه والسلام النفسي
وعايز تكون شخص مسؤول. برضو شايفه مظهرك لست مهتم بيه، ممكن يكون عندكم زياده في الوزن يا برج العذراء زي كده برضو، او انخفاض في وزنك، فاهتموا بوزنكم شويه، اهتموا بالانرجي بتاعت العبوا رياضه، كلوا اكل هيلثي، العبوا رياضه العبوا رياضه العبوا رياضه، عندكم مشكله في الوزن يعني. شايفه كمان بلاش عصبيه، بل يعني افتح كده يعني، خليك كده فلكسبل يا برج العذراء، وابعد عن اللخبطه، وابعد عن اي عادات سلبيه ممكن تكون ليها علاقه بالادمان مثلا يا برج العذراء، وفك تعلقك بشخص من الماضي. شايفه كمان عندك رجوع لشخص من الماضي ندمان او هيحاول يقرب منك، ودي حاجه هتبسطك. صحتك النفسيه والجسديه والعصبيه افضل، يعني افضل من اول. يعني طبعا انت يا برج العذراء افضل اخر 10 ايام من 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 الاسبوع الاول من شهر جون، لان طبعا انتقال الكواكب تدريجيا لبرج السرطان دي حاجه كويسه قوي. يا جماعه اي حد بيسالني انت عايزه هديه ابعتوا لي على الانستجرام، انا مش هرد على الفيسبوك. قلت الانستجرام اسهل كتير جدا التواصل مع المعجبين بتوعي، وانا بس انا يعني رسائل الانستجرام اما انا برد عليها اما حد من التيم بتاعي. شايفه كمان يا برج العذراء ان انت يعني لازم تبذل مجهود اكتر للوصول الى اهدافك. بلاش تسرع، بلاش تهور. صحتك يعني مش وحشه يعني، زي ما قلت بقى عندك حيره في الحب ما بين شخصين او ما بين قرارين او ما بين اختيارين، او في تردد او في صراع داخلي، مثلا تسيب الشخص ده ولا تفضل معاه، تبعد عن الشخص ده ولا تفضل معاه، او تختار ده ولا ده، او تفضل مع ده ولا تروح لده، ففي حيره في المشاعر يعني. وعندك اعتراف من كراش جديد بالحب، او في شخص هيجي يعترف لك بالحب بشكل كده، او علاقه ما كانتش واضحه كده وما كانش معلمها باينه هتبان عندك يا برج العذراء. في طاقه مراقبه عاطفيه، اما انت بتراقب حد بحب يا اما حد بيراقبك بحب. في طاقه مراقبه عن بعد، وفي شخص بعيد عنك بالمسافات انت بتحبه او معجب بيه او عايز تقرب منه او عايز تعرفه اكتر. مين هذا الشخص يا برج العذراء؟ شايفه يا جماعه طاقه برج ميزان قويه جدا، طاقه برج جدي قويه جدا، شايفه طور كمان قويه جدا، شايفه طاقه برج عذراء، شايفه حمل، شايفه اسد، شايفه عقرب، سرطان، حوت. طيب في شخص هيبقى عايز يقرب منك يا برج العذراء، وانت في شخص ممكن تكون معجب بيه بس انت لسه ما وصلتهوش او لسه ما تعرفتوش على بعض، بس هتتعرف على شخص هيكون توأم روحك، يعني توأم روحك قادم الى حياتك يا برج العذراء. يعني الشخص ده ممكن يكون اتراكتيف في حاجات كتيره انت بتحبها. بس انا شايفاك منتظر مال وجاي لك المال، بس يعني انت محتاج وقت كده ان انت يعني بالراحه يعني. شايفه كمان زي ما قلت في فلوس جايه لك من بره النطاق، يعني انا شايفه شهر 7 انت ماديا افضل بكل الاصعده. شايفه الناس اللي مش لاقيه شغل هيلاقوا شغل. انا شايفه ان انت واثق في نفسك اكتر، بس بادر وانطلق وخد خطوات واسعى في عملك. شايفه في الشغل في ابس اند داونز، او شايفه كمان ان انت عندك علاقه عاطفيه مع شخص ترابي اون اوف، ما تتعلقش بالعلاقه دي، لان انا شايفه بصراحه ان هي بتاخد منك مجهود او بتاخد منك انرجي كبيره جدا جدا، كان في شخص بيعلقك بيه بيلعب بيك يا برج العذراء. ينفع الكلام ده؟ شخص برج ترابي يجيبك ويوديك ويجيبك ويديك، وبيلعب في ثقتك في نفسك، بيأثر على ثقتك في نفسك. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير، كل سنه وانتم بتحبوني يا رب، كل سنه وانتم بتدعموني، كل سنه وانتم واقفين جنبي. بس يا جماعه بس ممكن طلب بليز، يعني انا اهو لايف معاكم على فكره، ذس از لايف يعني، اي كان ريد يور كومنتس. يعني ممكن بجد 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 كلكم تدخلوا على الفيسبوك بتاعي تعملوا لي فولو، عشان انا عندي دخل على الفيسبوك على 2 مليون فولوور، بينما عندي على الانستجرام وعلى التيك توك بس 100,000 او 150,000، يعني انستجرام 150,000 مع التيك توك حاجه و70,000. فبليز يا جماعه بيبقى عندي بقى ديلي فيلوجز وحاجات كده، ويا جماعه الحجز 1 تو 1 سيشن بتاعتي اي نوع من انواع السيشنز، حتى لو عايزين تتكلموا معايا كده 1 تو 1، احنا عاملين سيشن كده اللي هي افتح قلبك مع رشا ومراد، ودي بتبقى سعرها لطيف جدا. احد عايز يسالني على حاجه مالهاش علاقه بالابراج، سيشن الابراج دي حاجه ثانيه، بليز تبعتوا على الايميل وان اوف ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. اي لاف يو اول، بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو تاني. بليز ما تنسوش تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك. يا برج العذراء القادم افضل، افتح قلبك، اتحرك، انطلق، بادر، خليك واثق في نفسك، اعرف استحقاقك، اعرف قيمتك، ما تبصش للماضي، اخرج بره طاقه الادمان يا برج العذراء. حب نفسك، العبوا رياضه العبوا رياضه العبوا رياضه. بص اقول لكم ان عندكم يا اما زياده ملحوظه في الوزن يا اما نقصان في الوزن. قولوا لي بقى تابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج، اهديكم اوبشنز: 1 الجدي، 2 التور، 3 الحوت، 4 الدلو، 5 الجوزاء، 6 الاسد. ثانك يو، باي باي.